مبروك الفوز للشعب العراقي يا جماعه. طبعا قبل شويه سالت الولد قلت له اليابان تتوقع انه احنا يعني بعد ما نقبل اللي بالكاس؟ طبعا ما نقبل اللي بالكاس. اليابان فريق مو كان مرشح رئيسي، كان المرشح الاول، زين، مو المرشح الابرز، المرشح الاول للفوز بالكاس، زين، واحنا فزنا عليه بجداره، زين، لعبنا لعب دفاعي وهجوم بنفس الوقت، والحمد لله والشكر قدرنا نحقق نتيجه طيبه، وان شاء الله يعني انا اتوقع الفريق العراقي يروح بعيد بهذه الدوره ان شاء الله، والفريق يريد مني الكاس العالم ان شاء الله. شكرا جزيلا.